ماذا قرأت في عملية الاغتيال؟ يعني بداية يعني التهنئة للشعب الفلسطيني على تقديمه قائد جديد من قيادات المقاومة. وفي السياق الطبيعي ينبغي القول، هذا السياق طبيعي ضمن سياق المقاومة. يعني إسماعيل هنية كان جاهزا وكان يعرف كما غيره ومن سبقه وسلفه من القادة أن هذا الاحتمال الأكبر وليس الطبيعي أن 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 يقضي شهيدا على تضحيات لأرض فلسطين وللقدس وللقضية التي بداها على حياته. وما رباطة جأشه خلال تلقيه نبأ استشهاد أبنائه الثلاث بهذا المفاجئ الذي يعني صدفت أننا رأيناه مباشرة سوى دليل على أن هذا المصير كان يعني يعيشه إسماعيل هنية في تفاصيل حياته. السياق الثاني هو سياق المقاومة. هل المقاومة تتأثر بغياب؟ هي تتأثر بالخسارة من حيث يعني خسارة القيادة، ولكن لا تتأثر على المستوى الاستراتيجي والتكتيك والعمليات وقيادة الحركة السياسية. وقد رأينا من القسام ما رأيناه من الجناح السياسي لحماس أنها قادرة على تجديد نفسها، وأننا ما نعرف من القيادات ليس سوى القليل من هو الجاهز على قيادة هذه الأمر، لأن الحركة حركة مؤسساتية فيها الهياكل التنظيمية القادرة على تغطية غياب واستشهاد الحاج إسماعيل هنية. المستوى الثالث هو مستوى التزامن والمكان والتوقيت. بداية من حيث المكان، طهران يعني أنه استهداف مباشر للجمهورية الإسلامية، وأن الرد بمعزل عن قرار المقاومة الفلسطينية ينبغي أن يكون ردا إيرانيا لأنه استهداف للسيادة الإيرانية. وإذا ما قسنا على رد الإيراني الذي حصل باستهداف أرض إيرانية وهي القنصلية الإيرانية في دمشق، يمكن أن نقول أن إيران استطاعت خلال هذه الضربة أن تضع قواعد اشتباك جديدة، بمعنى أنها قالت للاحتلال الذي ظن على مدى 75 سنة أنه محصن من أي ضربة أنه في حال ضربة سيضرب. فهنا ينبغي القول أنه لا، إيران الآن معنية مباشرة بالرد أكثر من حتى أكثر من يوم استهداف قاسم سليماني، مع الفوارق، لأنه قاسم سليماني استهدف خارج الأراضي الإيرانية وكان له سياق مختلف. أما أن يتم استهداف شخصية سياسية على مستوى إسماعيل هنية في طهران داخل مبنى تابع للحرس الثوري الإيراني، فهي أكبر وأعظم من ضربة القنصلية الإيرانية. وأفترض أن المفردات التي قرأتها ببيان المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران والحرس الثوري والرئيس الجديد ممكن حاول طابقها بما قالوه يوم القنصلية ويوم قاسم سليماني، أفترض أن هناك رد إيراني سيكون على هذه، وإلا سيكون هناك خسارة كبيرة لإيران على مستوى قدرتها على الردع. وأن كما تعرف أستاذ جهاد، الإسرائيلي يتمادى وسيقوم بتنفيذ عمليات أكثر وأكثر تستهدف من الآن وصاعدا قيادات داخل الحرس الثوري في طهران وليس بعيدا عن قبضة النظام في 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 نعم. إيران. على المستوى الأخير التزامن بين ضربة فؤاد شكر واغتيال إسماعيل هنية، يمكن القول أنه لا يمكن الفصل بين هاتين الضربتين. وأنا أفترض أنه الإسرائيلي كان مجهز هذه الضربتين بالتزامن وأخذ قرار. هل الإسرائيلي هو اللي أخذ القرار لوحده؟ لا، الأكيد أنه الأمريكي نعم أخذ قرار وأعطى أمر تنفيذ. ما حدا يقول الأمريكي أبلغ، يعني سمعنا بآخر عملية اغتيال أنه بلغوا الإسرائيلية موظف في الخارجية على درجة دنيا ولم يكن الخبر وصل للبيت الأبيض. لا، المؤكد أنه الأمريكي أعطى الضوء الأخضر وأعطى أمر الإطلاق، وأنه كان عم بهيئ الأرضية الإعلامية من خلال حديث بلينكن وأوستن، والتي سبقت وتلت عملية اغتيال فؤاد شكر وضرب الضاحية الجنوبية. وهو الذي يستدعي القول أنه الولايات المتحدة الآن يبدو أنها تريد حشو الأربعة أشهر المتبقية من ولاية بايدن بإعادة ترتيب الأوراق في المنطقة، التي ليس أقلها
المحاولة أن تعود إسرائيل وتعود قوة الردع الإسرائيلية التي انتهت بعد ضربة 7 أكتوبر، وذلك من خلال تدمير البنية المجتمعية والحاضنة الشعبية والمعنويات، لأنه الوقائع بالميدان تقول أن المقاومة لم تتراجع.